بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف 11 مع درس من دروسي المفيد، وهو بعنوان كم الاستفهامية والخبرية. الآن هنا كما تشاهدون عندنا هنا نص، وفي هذا النص يوجد بعض الجمل التي تحتوي على كم. نحن نريد أن نحدد ما نوع كم. لاحظوا هنا، فكم طبيب استشار، وأيضا هنا وكم مجلة طبية اقتناها، وأيضا هنا وكم كتاب في الحكمة طالعه. لاحظوا هنا جمل ابتدأت بكم، نريد أن نحدد هل كم هذه استفهامية أم خبرية. لاحظوا بماذا انتهت كل جملة، لاحظوا هنا علامة تعجب. إذن هل هذه كم استفهامية أم خبرية؟ بكل تأكيد هي خبرية، لأن الاستفهامية تنتهي بماذا؟ لاحظوا هنا عندما نقول وكم ميلا سرت خلال هذا الشهر، هذه كم؟ نقول عنها كم استفهامية لأنها انتهت بعلامة الاستفهام. ولاحظوا أيضا هنا وكم زيارة زرت، أيضا لاحظوا هنا علامة استفهام، فكم هنا الاستفهامية. الآن نأتي سريعا إلى الشرح، شرح هذا الدرس، ونبين الفرق استعمالها، متى نستعمل كم الخبرية وكم الاستفهامية. لاحظوا هنا عندما قلنا كم طبيب استشار، إذا اتفقنا هنا أن نوع كم هذه كم خبرية، فهي تخبرنا عن كثير من الأطباء الذين استشارهم. يعني كما لو قلت كم تفاحة أكلت، أنت تقصد يوجد كثير، عدد كثير من التفاح الذي أكلته. وكذلك في المثال الثاني كم مجلة طبية اقتناها، هنا لا يسأل هنا ولا ينتظر منا أن نجيب وأن نعطي جوابا، وإنما هنا يريد أن يخبرنا عن العدد الكثير الذي قرأه من المجلات. لاحظوا اشتملت كل جملة من الجملتين السابقة على كم، اشتملت على كم، فهل استخدمت للاستفهام عن عدد مجهول؟ إذا لاحظوا من إحدى استخدامات كم هو الاستفهام والسؤال عن عدد مجهول، وكذلك الإخبار عن معدود كثير. فما هو استخدام كم هنا في المثالين السابقين؟ هل استخدمناها لكي نسأل عن عدد مجهول أم لكي نخبر عن عدد كثير؟ طبعا الإجابة هي استخدمت لتحديد العدد أو الإخبار عن العدد الكثير، فلاحظوا لذلك تسمى كم الخبرية. وأيضا قلنا من علامات كم الخبرية تنتهي بماذا؟ بعلامة التعجب، والاستفهامية تنتهي بعلامة الاستفهام. لو جئنا إلى المثال الأول هنا، كم يوما أكلت من هذا الصنف، كم يوما أكلت من هذا الصنف، لاحظوا هنا انتهى السؤال بعلامة الاستفهام، إذن نوع كم هنا استفهامية. كذلك كم درهما بذلت، إذن هنا استفهامية. ما معنى استفهامية؟ إذن أنا أستفهم وأسأل عن عدد مجهول، أنا لا أعرف كم هو العدد، لذلك أنا أسأل عن العدد. يعني لو قلنا كم يوما أكلت من هذا الصنف، فهنا أنا أنتظر إجابة، إما مثلا تقول 5 أيام، 10 أيام، أو وهكذا. أما في كم الأولى الخبرية فأنا لا أنتظر إجابة. أريدكم أن تركزوا هنا معي على بعض الفروق. لاحظوا هنا كم الاستفهامية علاماتها، كيف أعرفها؟ هي اسم استفهام يستفهم بها عن عدد مجهول، هذا أول استخدام. ثانيا تحتاج إلى جواب، يعني أنا أنتظر جواب لكم الاستفهامية. ثالثا تقع في أول الجملة، ورابعا يأتي بعدها تمييز، سوف نشرح هذا بعد قليل. خامسا لا تحتمل الصدق والكذب، يعني كم الاستفهامية لو أنا سألت، لاحظوا معي هنا السؤال، لو قلنا هنا كم يوما أكلت من هذا الصنف، هل تستطيع أن تقول لي صدقت أو كذبت؟ لا، وإنما هذا سؤال فلا يحتمل الصدق والكذب. لكن هنا لو قلنا كم طبيب استشار، يعني أنا أخبر هنا عن كثرة الأطباء الذين استشارهم، هنا تحتمل الصدق والكذب. قد يقول قائل كذبت، فهو لم يستشر كثيرا من الأطباء، وكذلك الحال كم مجلة طبية قرأت. إذا نرجع هنا أيضا في نهاية جملة رقم 6، في نهاية جملتها أي جملة كم الاستفهامية نضع علامة استفهام. لاحظوا الآن إلى كم الخبرية، هنا إذا قلنا علامات كم الاستفهامية، الآن هنا علامات كم الخبرية تدل على الكثرة ولا نسأل ولا تسأل. حسنا، إذا تدل على الكثرة، تخبرنا عن الكثرة ولا نسأل بها عن عدد مجهول. لا تحتاج إلى جواب،
عندما أنا أقول كم من طبيب استشرت، أنا لا أنتظر من أحد أن يجيبني، وإنما أنا هنا أعبر عن وأخبر عن كثرة عدد الأطباء، أيضا تقع في أول الجملة ويأتي بعدها تمييز، سنبين ذلك بعد قليل، وتحتمل الصدق والكذب كما قلنا، وفي نهايتها توضع علامة التعجب. نرجع الآن إلى الأمثلة. هنا الاستنتاج إذا استخدمت كم للإخبار عن معدود كثير بماذا تسمى؟ تسمى خبرية. وإذا استخدمت للاستفهام، لاحظوا للاستفهام والسؤال عن معدود مجهول سميت ماذا؟ سميت استفهامية. الآن سوف نناقش أمور أخرى وهو الإعراب، كيف تعرب كم سواء كانت كم الاستفهامية أو الخبرية. لاحظوا هنا كل هذه كم التي وردت معنا في الأمثلة من الأول إلى الثامن إلى السابع هي كلها استفهامية، لكن نفس الإعراب يكون لكم الخبرية. يعني لو اعتبرنا أن هذه كم خبرية بدل استفهامية وحذفنا علامة الاستفهام ووضعنا علامة التعجب فنفس الإعراب لكم، أتكلم عن كم. لاحظوا في المثال الأول كم يوما أكلت من هذا الصنف، لاحظوا ماذا جاء بعد كم؟ كلمة يوما، ويوما هذه ظرف زمان تدل على زمان. لاحظوا أيضا في المثال الثاني كم ميلا سرت، أيضا هذه جاءت بعد كم؟ ميلا، تدل على مسافة ومكان. الآن انتبهوا معي هنا، لاحظوا في الإعراب، هنا نقول في المثال الأول والثاني وقع بعد كم اسم دال على الزمان، لاحظوا وهو يوما في المثال الأول، وفي المثال الثاني الاسم الدال على المكان وهو ميل، وكم ميلا سرت، بالتالي تعرب كم حينئذ مفعولا فيه. إذا ماذا يكون إعراب كم؟ تعرب كم مفعول فيه، تعرب مفعولا فيه. إذا احفظوها، إذا جاء بعد كم اسم زمان، اسم يدل على الزمان أو اسم يدل على المكان، فهي تعرب مفعولا فيه مبنية على السكون في محل نصب، في محل نصب. الآن لو أتينا هنا نعرض هنا الأمثلة ونشرح هنا، لاحظوا في بالنسبة لي كلمة هنا كم زيارة زرت، إذا اتفقنا أن كم في المثال الأول والثاني تعرب مفعولا فيه مبنية على السكون في محل نصب، لماذا؟ لأنه جاء بعد كم في المثال الأول اسم يدل على الزمان، وفي المثال الثاني اسم يدل على المكان. لاحظوا في المثال الثالث كم زيارة زرت الطبيب، لاحظوا هنا الآن نجعل الشرح هنا، نقول كم زيارة، ماذا جاء بعد كم؟ جاءت كلمة زيارة، وزيارة مصدر، إذا زيارة هي مصدر، فبالتالي هنا كيف يكون الإعراب؟ نقول في المثال الثاني وقع بعد كم مصدر، إذا ما هو مصدر؟ يعني كلمة غير مقترنة بزمن، وهي زيارة، كم زيارة بعده فعل من نوعه زرت، إذا لاحظوا زيارة زرت. نرجع إلى المثال، كم زيارة زرت، فماذا تعرب إذا وقع بعد كم مصدر وجاء بعد المصدر فعل؟ ها لاحظوا وجاء بعد المصدر فعل من نوعه، يعني لاحظوا نفس اللفظ زرت زيارة، كيف تعرب في هذه الحالة؟ فتعرب كم حينئذ مفعولا مطلقا، إذا تعرب مفعولا مطلقا مبنية على السكون في محل نصب، لأن المفعول المطلق يكون منصوبا. إذا أيضا لو اعتبرنا أن المثال أعزائي الطلبة كان كم أكلة أكلت، فتعرب أيضا كم مفعول مطلق. ولو قلنا كم مثلا لو قلنا أيضا كم زيارة زرت هنا في مثالنا، ولو قلنا كم رمية رميت، لاحظوا أيضا تعرب هنا أيضا مفعول مطلق، لماذا؟ لأن رمية مصدر جاءت بعد كم، وأيضا رميت فعل من لفظ المصدر. إذا احفظوا هذه القاعدة، إذا جاء بعد كم مصدر وجاء بعد المصدر فعل، الفعل متعلق ومن نوع المصدر، فتعرب كم مفعولا مطلقا. لاحظوا في المثال الرابع وقع بعد كم فعل متعد، يعني يتعدى إلى مفعول به يعني غير لازم، وهو بدل، انتبهوا هنا كم درهما بذلت، هذا الفعل بذلت متعد إلى مفعول به، هل المفعول به مذكور هنا في المثال كم درهما بذلت لشراء الأدوية؟
لا غير مذكور. إذن نرجع مرة أخرى في المثال الرابع، وقع بعد كم فعل متعد بدل، وهو بدل لكنه لم يستوفي مفعوله، إذن المفعول به غير موجود في المثال، فتكون كم حينئذ مفعولا به، والمفعول به كما نعلم يكون منصوبا فنقول مفعولا به، لذلك الفعل المحذو لذلك الفعل يعني وهو بدل مبني على السكون في محل نصب. إذن تعرب كم مبنية على اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إذا نرجع إلى المثال هنا، لاحظوا إذا كم درهما بذلت، هنا بذلت بذلت هنا فعل متعدي، هل المفعول به موجود ومذكور في المثال؟ لا، إذا تكون كم هي مفعول به. نرجع الآن ونأتي إلى المثال التالي. في المثال الخامس سبقت كم بماذا؟ سبقت بحرف الجر الباء، وإذا سبقت بحرف الجر الباء وفي هذه الحالة تعرب ماذا؟ اسما مجرورا مبنيا على السكون في محل جر، هذا إعراب بسيط، ركزوا، إذا سبقت بحرف الجر الباء، لاحظوا هنا بكم درهم يشتري المرء عافيته، إذا هنا بما أنها سبقت بحرف الجر باء نقول اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. الآن نأتي إلى المثال التالي، لاحظوا في المثال السادس سبقت كم باسم مضاف، سبقت كم باسم مضاف وهو كتاب، فتكون كم في هذه الحالة مضافا إليه مبنية على السكون في محل جر، لأنه كما تعلمون أن المضاف إليه يكون مجرورا. إذا نأتي إلى المثال، انتبهوا هنا عندما قلنا كتاب كم عالم قرأت، لاحظوا كتاب سبقت كم، لاحظوا الأصل أن يبدأ الاستفهام والسؤال بكم، لكن هنا كتاب سبقت كم، فبهذه الحالة وجاءت أيضا مضافة، انتبهوا هنا، ركزوا هنا في المثال السادس سبقت كم باسم مضاف وهو كتابة، يعني كتاب كم، فهنا كتاب مضاف وتكون كم مضاف إليه، ففي هذه الحالة إذا سبقت كم باسم مضاف فتعرب اسم استفهام مبني على السكون في محل جر. أما في المثال السابع وقعت كم بعد ماذا؟ بعد فعل لازم، بعد فعل لازم، فأعربت ماذا؟ مبتدأ، إذا تكون اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، طبعا لاحظوا اسم فأعربت مبتدأ مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع، لأن المبتدأ يكون مرفوعا. إذا لاحظوا هنا فعل لازم، نأتي إلى المثال كم رجلا مات، هذا هو الفعل، مات فعل لازم، بالتالي رجلا كم هنا تعرب اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إذا لاحظوا هنا اشتملت كل جملة من الجمل السابقة على كم، فما نوعها؟ طبعا نوع كم هنا استفهامية، وأعزائي الطلبة في حال لو كانت كما قلنا كم هنا في الأمثلة السابقة كلها كانت كم خبرية فتعرب نفس الإعراب. نأتي هنا سريعا لنبين ذلك، لو قلنا هنا إعراب كم الاستفهامية تطرقنا إليه، لاحظوا هنا إعراب كم الخبرية، يتم إعراب كم الخبرية حسب موقعها في الجملة مثل كم الاستفهامية، مثال كم مؤمن وقف خاشعا في الصلاة، كم هنا في محل رفع مبتدأ، لماذا؟ حيث جاء بعدها فعل لازم، لاحظوا وقف، وقف هذا فعل لازم مؤمن، فبالتالي طبعا مؤمن هي التمييز، ولكن تعرب كم، نحن نتكلم عن إعراب كم، تعرب اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ولو أتينا إلى هنا كم من قرون مرت على بناء الكعبة، لاحظوا كم تعرب هنا، تعرب في محل نصب ظرف زمان، لأنه جاء بعدها ماذا؟ قرون، وقرون هي تدل على الزمان، وهكذا في جميع الأمثلة، فهي تعرب بحسب موقعها من الجملة. لاحظوا هنا السؤال الأول، كم طبيب استشار وكم درهما بذلت، لاحظوا ميز بين كم الخبرية وكم الاستفهامية في الجملتين السابقيتين، الجملة الأولى هي خبرية والجملة الثانية استفهامية لأنها أيضا انتهت بعلامة الاستفهام. ما حكم الاسم الواقع بعد كم في الجملتين السابقتين؟ في الجملتين السابقتين الاسم في المثال الأول الاسم الذي وقع بعد كم هو طبيب،
ما هو الحكم الإعرابي؟ مجرورة، لاحظوا كم، طبي بن، إذا مجرورة. أما في المثال الثاني بعد كم الاستفهامية، التمييز جاء منصوبا، إذا هذا طبيب، تمييز كم الخبرية في المثال الأول مجرور، ودرهما تمييز كم الاستفهامية جاء منصوبا. إذا ما حكم الاسم الواقع بعد كم في الجملتين السابقتين؟ إذا نقول الجر بعد كم الخبرية، والنصب بعد كم الاستفهامية. الآن ما هي الاستنتاجات؟ كم الاستفهامية يسأل بها عن ماذا؟ عن عدد مجهول الجنس والكمية، يعني نحن نجهل العدد، نجهل جنس العدد، يعني هل هو مثلا كتاب، هل هو طالب، هل هو معلم، هل هو حيوان، لا نعرف الجنس، ونجهل العدد أيضا. ولا بد لها من تمييز، التمييز لا بد أن يأتي بعد كم الاستفهامية حتى يزيل الغموض والإبهام، يعني حتى نعرف كم هو العدد وحتى نعرف ما هو الجنس. ثانيا، كم الخبرية يخبر بها عن معدود كثير؟ إذا الخبرية نخبر بها عن معدود ولا نسأل. ثالثا، تعرب كم الخبرية أو الاستفهامية بحسب ما تقع عليه في الجملة، وشرحناه قبل قليل. إذا وقعت على زمان، يعني إذا جاء بعدها اسم يدل على زمان أو مكان، فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول فيه، لاحظوا في محل نصب مفعول فيه. وإن وقعت على مصدر في الجملة فعل من نوعه، يعني إذا وقعت على مصدر في الجملة فعل من نوع هذا المصدر، كما قلنا هنا، لاحظوا هنا المثال الثالث، إن وقعت على مصدر وهو وزيارة مصدر، ويوجد في الجملة فعل وهو زرت من جنس المصدر، فتعرب حينئذ ماذا؟ لاحظوا، وإن وقعت على مصدر في الجملة، إذا قلنا هنا مصدر في الجملة فعل من نوعه، ويوجد في الجملة فعل من نوع المصدر، فهي تعرب أيضا مفعول مطلق، إذا نقول مبنية على السكون في محل نصب مفعول مطلق. وإن وقعت على ذات وكان الفعل بعدها متعدي، يعني إذا وقعت على فعل متعدي وهذا الفعل المتعدي لم يستوفي مفعوله، لم يستوفي مفعوله، يعني لا يوجد في الجملة مفعول به، فهي تكون مفعول به، إذا تعرب اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وإن استوفى مفعوله وإن كان لازما، يعني إذا كان المفعول به موجود في الجملة، أو إذا كان الفعل لازما غير متعد، فتعرب حينئذ ماذا؟ فتعرب مبتدأ، يعني نقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وإن سبقت بحرف جر، لاحظوا إذا سبقت بحرف جر أو مضاف، مثل هنا معنا أعزائي الطلبة في المثال السادس، هنا سبقت بمضاف وهو اسم مضاف كتابة، وفي المثال الخامس سبقت بحرف الجر الباء، ففي هذه الحالة كيف تعرب؟ فهي مبنية في محل جر بحرف الجر أو في محل جر مضاف إليه. السؤال الرابع الآن، الملاحظة الرابعة والاستنتاج الرابع، تمييز كم؟ تمييز، ما معنى تمييز؟ يعني الاسم الذي يأتي بعد كم الاستفهامية يكون عادة منصوبا، ركزوا، عادة وليس دائما، منصوبا، إذا يكون عادة منصوبا. أما تمييز كم الخبرية فدائما يكون مجرورا، إذا فيكون تمييز كم الخبرية مجرورا. لاحظوا هنا سريعا قبل أن نختم الأمثلة، هنا لو قلنا هنا كم من سورة حفظت في القرآن، كم تعرف في محل نصب مفعول به، والتمييز سورة، إذا التمييز سورة طبعا مجرور بحرف الجر من، وهنا طبعا نوع كم خبرية. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح درس كم الاستفهامية والخبرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.